أسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأكاديمي الأردني الأستاذ الدكتور عمر الفجاوي. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. الصمت المر. عجيب صمت من يدري، ثقيل زعم لا أدري، يلخص وضعنا قول مرار كل ما يجري. أعيروني مسامعكم بملء مساحة الشعر، قرأت قصيدة كبرى فثار الشعر في صدري. كتبت محاكيا طودا لبعض هجائه المر. بلينا يا ابن بردون أعبد الله هل تدري، غزاة حكموا الأوباش حكم العبد للحر. ولم نحذر غوائلهم ولم نسلم من القهر، عراقي بات محكوما بحقد الحمر والصفر. بمحتل يمالئهم يكافئهم على الغدر، ويصنع من ظلامتهم ضلالات بلا حصر. يؤنسنهم فيخدعنا يبيع العسر باليسر. بفوضاهم يؤدلجهم ويغري العبد بالخسر. بوجه خادع القسمات في صيرورة الوغر، نفايات مدورة محملة بما يزري. نفايات كما الطاعون تهذي وهي تستشري. ثقيل صمتنا يا قوم، مر صمتنا القسري. تفرقنا جماعات وأحزاب الهوى العهري، فصرنا مضرب الأمثال في توه وفي شطري. فقالوا إننا جئنا لنشر الحب والخير، وكانوا عكس ما قالوا بنشر الحقد والشر. وقالوا إن أياما ستؤتي الخير بالوفر. تمادى ظلمهم حتى بلغنا غيهب البئر. أزاحوا كل معلوم فسادت دولة النكر. عراقيون نسعى أن نساعد كل مضطر، ولكننا نسينا أن نرتل سورة العصر. لعل تلاوة مثلى ستنقذنا من الخسر. فهل تدرين يا بغداد أن لسانهم عبري؟ وهل تدرين يا صنعاء أن بلاءهم يسري؟ وهل تدرون أن دمشق ترثي زهرها العطري؟ فتلك حقيقة بلوى تدك الصخر بالصخر. بأفكار محملة بثقل جمالة صفري، أنعجز أن نكون يدا على من جاء بالفقر؟ تحركنا عواطفنا كما الطوفان في البحر، ويهزمنا صياح الديك حين يصيح في الفجر. نخاتل من شعاع الشمس نخفي الفر بالكر. لعل مقولبا يبكي يزيد الشرخ بالكسر. فيا من جئت بالمكر عليك دوائر المكر. والآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. أصعب
أسعد الله مساءكم بالخير واليمن والبركات، معكم الأديبة والشاعر الباحثة إمهاء مكاوي من شمال المغرب وبالتحديد من مدينة تطوان الأندلسية. سأقدم لكم إصداري وهو عبارة عن ديوان شعر بعنوان نيران لا تحرق. هذا العنوان هو من الملكة الفكرية التي تجوب بغور أشجاني، وهذه النيران هي جاءت كتشبيه لمضامين قصائد الشعر العمودي الموزون وشعر الومضات المقفات التي تتواجد بهذا الديوان، قيمة، حكيمة، هادفة، حركية ومثيرة. وتتواجد كذلك بعض القصائد التي حظيت بجوائز أدبية وقصائد تتحدث عن مواضيع اجتماعية إنسانية، قصائد تتحدث كذلك عن حب الوطن وقصائد الغزل والعتاب، لكنها لا تحرض عن أذية الآخرين، ولهذا السبب بالتحديد ذكرت أنها نيران لا تحرق. سألقي على مسامعكم قصيدة شعرية من ديوان نيران لا تحرق بعنوان يلاطفني بحبر، وهي على وزن بحر الوافر. أتى معك الأريج فرغم بعد لهمس حين أهرقه صفاء، فكيف أراك إن حاولت قتلي بلا عجب ويغمرني العناء، كأنك لم ترى إلا دمائي على كفيك ينزفها الوفاء، وتطربني الوعود كأن لحنا يعطره الهوى والكستناء. وعودك والربيع ولهف شوق أساطير يرتلها رياء، سموم حين تطعمني بنحس، والتضليل ما عرف الخفاء، وعطف من لئيم جاء يدنو، وحقد جاء يسكبه خواء، ليقطع وصل هذا الشوق فينا بلا أمل يسوره الرجاء. أيا قلما يلاطفني بحبر، لنا أمل يطيب لنا لقاء. ومع كتاب جديد شكرا وإلى اللقاء. الخط العربي هذا الفن الجميل كانت له مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم، فتابعوا معنا هذه الفقرة التي تختص بالخط العربي. أهلا وسهلا بكم، الآن سنتعلم كيف نحسب ونطبق طريقة الحساب الذهبي للحرف العربي في أولى الحروف حرف الألف. قلنا أننا يجب أن يكون لدينا خط أفق نتعلم عليه، ثم نحسب بقطة القلم، يجب أن تكون عمودية وأفقية حصرا، يعني حساب يكون إما عمودي أو أفقي. تمام، فقط نبدأ. ومن المصادفات الجميلة أن حرف الألف يصعد أفقي عموديا 7 قطات، 1 2 3 4 5 6 7. نعيد، 1 2 3 4 5 6 7. في رقم 3
نضع قطة قلم أفقية ونعلم على وسطها، نأتي إلى رقم 7، هنا يوضع القلم. لأول مرة في تاريخ الخط يوضع حساب دقيق بحيث يعطيك النقطة الأولى أين تضع القلم وكم ميله. هذا ميل خط النسخ. الميل يحتاج إلى درس خاص، الآن فقط نشرح كيف تكتب. ننتقل من رقم 7، نمر على 6 لنمر بأربعة ثلاثة، وكأننا نكتب حرف أس، تمام؟ إلى رقم 1 نضع قطة قلم أفقية، معناه طريق القلم بدأ هكذا من 7، مر برقم بين 3 و4، مر بنصف قطة وانتهى بقطة كاملة، معناه ميل حرف الألف بالحساب الذهبي هو قطة كاملة. نبدأ بها، ها هي، ثم نصعد 1 2 3 4 5 6 7، عند رقم 3 نصف، ثم نأتي من هنا نمر بثلاثة ونتوقف عند رقم 1 بميل 1. بهذا الحساب نستطيع أن نكتب 1000 ألف بنفس المستوى، بنفس الدقة وبنفس الميل. شكرا جزيلا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأكاديمي الأردني الأستاذ الدكتور عمر الفجاوي، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أخا وحبيبا وضيفا عزيزا. مرحبا بك الأستاذ الدكتور عمر الفجاوي على فضاءات وعلى الرافدين. حياك الله أخي الحبيب الأستاذ محمد، وسعيد أن تتجدد اللقاءات بيننا. أنا الأسعد وأكثر سرورا. شكرا. حياك الله دكتور، يا مرحبا حقيقة. دائما تتفضل علي. شكرا. حياك الله، يعني أنت موسوعة. أنا لا استغفر الله، لا أتي بجديد عندما أقول ذلك حقيقة. هناك إشكالات حقيقة يعني ترد في المشهد الأدبي والثقافي العربي، منها مثلا أنه كثيرا ما نقرأ ونسمع في المشهد الأدبي العربي عن عمق الإعجاب بالمتنبي، وعده بعضهم أعظم الشعراء العرب، وحضرتك أنت الباحث والمختص في الأدب القديم، يعني ألا ترى أن منح المتنبي هذه المنزلة العظيمة ويختص هو بها، هناك أو فيها ظلم لشعراء عرب يعني لا يقلون منزلة بل ربما يتفوقون على المتنبي؟ ومنهم طبعا إذا أردنا نعود إلى ما يسمى العصر الجاهلي، امرؤ القيس، عمرو بن كلثوم، طرف ابن العبد، وما بعد ذلك البحتري أو تمام، وكثير حقيقة يعني لا يسع الوقت أن نحصي أسماء الشعراء الذين كان لهم صدى مدوي في المشهد الإبداعي العربي. لماذا أخذ المتنبي هذه المنزلة، أو لماذا أعطى بعضهم المتنبي هذه المنزلة؟ شكرا جزيلا. أبو الطيب أحمد بن الحسين الكندي الذي قيل في حقه بدأ الشعر بكندة وانتهى بكندة، فكندة قبيلة كندة التي كان أحد سادتها وأحد ملوكها أو ربما آخر ملوكها، والذي وهو امرؤ القيس الكندي، وصاحبنا أبو الطيب الكندي الأحمد بن حسين الكندي ليس من قبيلة كندة بل لمحلة في الكوفة اسمها كندة. والمجال لا يتسع من أجل أن أقدم قراءة نقدية في هذا الرجل، فهو ملأ الدنيا أو مالئ الدنيا وشاغل الناس. مكمن الاستشكال عند بعض الباحثين من العامة ومن الخاصة، من العلماء ومن الدهماء، أنهم يطلقون أحكاما فيها شيء من الحماسة والانفعال. حينما يقال أعظم رجل في التاريخ فلان، أعظم سيد، أعظم شاعر، لابد أن نتوقف عند اسم التفضيل. اسم التفضيل في اللغة العربية لابد أن تكون له معايير، إن لم تكن له معايير فإن الحاكم مشاعرنا وعواطفنا.
على أي أساس أن نقول والله فلانة أجمل امرأة رأيتها؟ هذا كلام يقال في حالة من الحماسة والانفعال كما قلنا، أو في حالة عاطفية. وكذلك الأمر في حقي ربما في تقديري، لا بد من رجع النظر، كيف حكمت على أن أبا الطيب المتنبي وهو الكبير، ما زلت أقول وأنا لست هنا من أجل أن أقلل شأن الرجل قولا واحدا، لا يحق لأحد أن يقلل شأنه إطلاقا. أبو الطيب المتنبي جبل وطود شامخان، لكني مع هذا الذي ذكرته وسميته الاستشكال، أن بعض الناس ربما أسبغوا عليه من الصفات ما لو سئل هو لقال على رسلكم يا سادة. فأنا أيضا أعرف نفسي وأدري من أنا. صحيح هو الرجل عنده هذه الأنا، لا أقول معروف كما يعني يحب نفسه، أنا الذي نظر الأعمى إلى أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وقال يعني أنا الصحيح المحكي إلى آخره، ولكن لا يجوز أن نقلل قيم الآخرين، ولا سيما أن أبا الطيب المتنبي قد وجد في القرن أو ولد ومات في القرن الرابع الهجري، وماذا عن الذين سبقوا أبا الطيب المتنبي؟ أين منه أبو تمام والبحتري، وأين منه جرير والفرزدق؟ إذا أردنا أن نقيم موازنة نقدية ومقايسة في موازين العلم، فلا بد أن ننظر إلى هؤلاء وأن ننظر إلى هؤلاء. ثم يأتي أيضا بعض إخوتنا الذين ينتصرون أو يريدون أن ينتصروا لأبي الطيب المتنبي، فيقللون قيمة حتى العصر الجاهلي. لا، نقول لهم يعني أيضا تريثوا وتلبثوا وتربصوا، فالأمر في المشهد العلمي لا يجوز أن يكون كذلك. عندنا قدماء، أعني بالقدماء من ولا سيما هذا العصر الذي بدأ فيه الشعر وكان فيه نضيجا وكان فيه متقدما وعظيما، وهو العصر الجاهلي الذي نزل القرآن الكريم متوافقا مع لغة العرب. أين نقول، ماذا نقول في هؤلاء الشعراء؟ لاحظ، وكأنما أخمل ذكر وأريد لبعض هؤلاء الشعراء، بل لكثرة من هؤلاء الشعراء من العصر الجاهلي ومن من جاء بعد هذا العصر، كأنما أريد لهم أن يخمل ذكرهم على حساب أبي الطيب المتنبي. أيضا أؤكد، لست هنا من أجل أن أطأ قيمة أبي الطيب المتنبي، ولكني أحب أن أبين أن أبي الطيب المتنبي في الوقت الذي هو سيد من سادات الشعر قد سبق بسادات من قبله، وأنا على ثقة بأنه لو كان موجودا بيننا لقال لقد سبقت بأناس قد مهدوا لنا الطريق. والذين مهدوا الطريق وساروا وجاء الذين من بعدهم هم شعراء الجاهليون، هم شعراء العصر الجاهلي. ماذا تقول في طبعا نتكلم على شعراء المعلقات، نتكلم على شعراء جمهرة أشعار العرب، معظمهم من الشعر من الشعراء الجاهليين. هؤلاء الشعراء هم الذين سبلوا السبل، هم الذين مهدوا الطريق، هم الذين يسروا كل أسباب إقامة الشعر لمن جاءوا من بعدهم. والكلام في هذا كبير، لو يعني قيل للفرزدق في كتاب الموشح للمرزباني، دائما استشهد بهذه القصه اللطيفه، ابو طيب ابو فراس، هو كنيته ابو فراس، همام بن غالب بن صعصعه بن ناجيه التميمي، وكان من سادات الشعر. جاءه احدهم واراد ان يعرض عليه شعرا، فحتى وانا اقرا القصه شعرت أن يعني الموقف يوحي وأنت تقرأ هذه القصة أنه قد غضب غضبا شديدا، ولذلك قال يا هذا لقد كان. نعم، هذا أبو الفرزدق، الفرزدق الذي توفي سنة 1100، وانظر كيف قسم الشعر، قال لقد كان الشعر جملا بازلا عظيما، فأخذ امرؤ القيس رأسه
وأخذ عمرو بن كلثوم من سنامه، وأخذ طرفة بن العبد جيرانه، وأخذ عبيد بن الأبرص كركرته، وأخذ فلان إلى آخره. طبعا القصة في بعض الأمور أتوقف عندها، ولم يبق شيئا. تلاحظ أنه لم يتكلم على أحد ممن جاء في صدر الإسلام، نعم، أو من المخضرمين، نعم، بكسر الراء أعلى من كما يرى بعض أهل اللغة أعلى من المخضرم، ولم يأتي على واحد من شعراء العصر الأموي. طبعا توقف عند الجاهليين فقط، وقال وما بقي، انظر هذا العبارة فقط، وما بقي لنا إلا المذارع والبطون. هذا لمين؟ هذا للفرزدق ولجرير وللأخطأ وللراعي النميري، نعم، ولحسان بن ثابت ولكعب بن مالك ولكعب بن زهير. يعني جعل المشهد قائما. أيضا قد يكون في هذا الكلام أيضا حتى أقول فيه تجني إلى حد ما، من الانفعال، ولكن أنا أقول لا بد أن توضع الأمور في أنصبائها الصحيحة. إذا أردنا أن نطلق حكما على أن فلانا أحسن من فلان فلا بد أن نضع معايير. جميل دكتور. حتى لذلك، نعم، المتنبي شاعر فحل متقدم، لا يجوز أن نقول إنه، أنا هذا رأيي، هذا كلام لا بد من التوقف عنه، أن نقول والله أعظم شاعر في التاريخ ولن يأتي أحد من قبله ولن يأتي أحد من بعده. لا، هذا كلام كلام إذن فيه تجني وفيه ظلم يعني إلى حد ما. تجنيات كبرى. لا شك دكتور أنه بالنسبة لهؤلاء يعني شعراء المعلقات ومن سار في ركبهم هم المؤسسون للشعر، يعني اللبنة الأساسية هم وضعوها لهذا اللون من الكلام الجميل الذي ما زلنا نطرب له عندما نقرأ، عندما نسمع، عندما نحضر مشهد أدبي إبداعي في هذا المجال. لكن حتى في عملية التمييز بين شعراء الجاهلية أيضا أمرؤ القيس أخذ مكانة كبيرة، ربما أيضا أصاب الظلم أو الإجحاف لمن سيروه في تلك المرحلة، يعني منهم طرف ابن العبد مثلا. يعني هناك من يقول، بعض النقاد ومتبع ومن يتتبع الشعر الجاهلي يقول أنه طرف ابن العبد لا يقل مستوى عن امرؤ القيس أو ربما يتفوق عليه. لماذا أخذ امرؤ القيس هذه المكانة؟ الآن احنا دخلنا في أيضا مدخل جميل ومدخل خطير، نعم، في الوقت نفسه. حينما جاء مثلا محمد بن سلام الجمحي، نعم، وجعل الشعراء في طبقات، لابد أنه كانت له معايير، وهذه المعايير تحدث عنها الباحثون وحاول هؤلاء من القدماء ومن المحدثين وحتى أبناء زماننا أن ينظروا ما الذي أراده، لماذا جعل فلانا أقدم أو أجلى أو أعلى رتبة من فلان، ولماذا قدم ولماذا أخر. المسألة مثلا في من ضمنها كثرة الإنتاج الشعري. كثرة الإنتاج الشعري مثلا إذا رأيتها لفلان ربما تطغى على فلان، ولا وتجد أن هذا الشاعر قد تفوق عليه لأنه مثلا له مثلا 5 مطولات أو له 7 مطولات أو له قصائد أكثر من هذا الشاعر، ومع ذلك الأمر ليس سهلا. فتخيل أن لبيد بن ربيعة لم يكن في الطبقة الأولى مع فحلته وتقدمه، ولو أنك تنظر إلى قصيدته أو إلى معلقته على ما فيها من هذا التطواف ومن هذا الإعجاب ومن هذا النحت اللغوي، ومن وأنت ترى كيف يتكلم على عشيرته ويقدمها أحسن التقديم، ومع ذلك جعله في الطبقة التي ليست من طبقة امرئ القيس. هذه المسائل لا يمكن أن تحل سريعا، حتى في العصر الجاهلي نجد أن فلانا قد تفوق على فلان، وأنت تقرأ أبا ذؤيب الهذلي تشعر بالفعل أن عددا من النقاد القدماء كانوا على حق في مثلا أن أبا ذؤيب الهذلي وأن سلمة بن الخرشب الأنماري وأن عبيد بن الأبرص وأن لبيدا وأن طرفة وأن بعض شعراء المعلقات لم يكونوا في الرتبة التي يمكن أن تؤهلهم، لكنهم
نعم. هنا الذي أريد أن أصل إليه، الرتبة المتقدمة للعصر الجاهلي ليست رتبة، نعم، كما قلت ولا أحب أن أعيد العبارة لكن مضطر أن أقولها، ليست رتبة بطولية ولا رتبة حماسية، وإنما هي رتبة الحق في أن هؤلاء قد قدموا النموذج الذي سار من بعده شعراء، نعم، الشعراء حتى يوم الناس. نعم، هم رسموا خرائط الشعر. نعم، لا، هذا لا ينكر. حضرتك درست الأدب والتراث الجاهلي دراسة يعني عميقة وتخصص بذلك. عندما نطلع على ما يسمى بالعصر الجاهلي، هناك نجد هناك أدب ولياقة حوار وقيم نبيلة وإدارة حياة. لماذا يسمى بالعصر الجاهلي؟ ألا يكون هناك في هذا المصطلح، في هذا الوصف، في هذا التجنيس، هناك ظلم لتاريخ أمتنا؟ يعني لماذا لا يشتغل الباحثون على يعني إعادة النظر في هذا المصطلح وهذا الوصف وتقويمه؟ هذا سؤال جميل وأسأل عنه كثيرا، ويسأل أيضا عنه من هم يعملون على العصر الجاهلي من أهل التاريخ ومن أهل اللغة العربية، نعم، إلى غير ذلك. ولكن يا سيدي، المصطلح إذا فهم على غير مراده جاء إخوتنا منتصرين للعصر الجاهلي وأرادوا أن يغيروا هذا. نعم. أنا كتبت بحثا في هذا السياق بعد تطواف كبير، وبعد أن بعد هذه الخدمة الطويلة في تدريس الشعر الجاهلي لطلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، قدمت رأيا وكتبت هذا البحث وسميته مصطلح الجاهلية المحيف عليه. مصطلح الجاهلية المحيف عليه، وفاق طبعا في ضوء معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. قدمته قبل نحو عام في مؤتمر، ونظرت كيف ورد، متى ظهرت لفظة الجاهلية. لفظة الجاهلية لم ترد في العصر الجاهلي بالمناسبة. لفظة الجاهلية وردت في القرآن الكريم في 4 مواطن، وورودها لمراد الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يغير شيئا في العصر الجاهلي. ثم بعد ذلك وجدت أن أول استعمال لهذا المصطلح في العصر في عصر النبوة، يعني آسف، في عصر صدر الإسلام، لتميم بن أبي بن مقبل العجلاني، أنه قد استعمل لفظة الجاهلية، ولكن في الوقت نفسه وجدت أن مصطلح ما قبل الإسلام كان موجودا، فكلا المصطلحين كان مستعملا. معذرة دكتور، سنكون بعد الفاصل، معذرة، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأكاديمي الأردني الأستاذ الدكتور عمر الفجاوي. أعود إليك دكتور عمر، يعني وصلت حضرتك في موضوع المصطلح الجاهلي إلى تميم بن أبي، يعني قلت لي، نعم، ورد في القرآن في، نعم، تخصيص معين. هذا المصطلح كما قلنا ورد في القرآن الكريم 4 مرات، ثم، نعم، أول ورود له فيما رأيت وفيما استطعت الوصول إليه، نعم، في العصر الإسلامي، آسف، أو في عصر صدر الإسلام، نعم، لأن العصر الإسلامي يحوي صدر الإسلام والأموي، أما في عصر صدر الإسلام لأنه تميم بن أبي بن مقبل العجلاني أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ومات تقريبا في نحو 35 للهجرة، لذلك أورد هذا اللفظ. تساءلت وتساؤل كبير جدا، ما دام هذا الرجل قد أورد هذا المصطلح فلابد أنه قد كان معلوما وشائعا، ثم كيف يورد الله سبحانه وتعالى لفظا ويخاطبهم بما يعلمون؟ أنا معذرة دكتور، بس فقط سؤال، أنه عند تميم ورد قبل الإسلام؟ لا، البيت، نعم، البيت مدلوله إسلامي،
لأنه فيها وردت لفظة الدين ولفظة فيها مرحوم أو مرجوم. نعم. لأن لا أذكر البيت. إذا ممكن أخذها من القرآن الكريم. فربما. نعم. لكن أو ولكن السؤال حتى لو أخذها من القرآن الكريم، أنا أقول في الشعر طبعًا. نعم. وردت في الشعر. الآن ورود هذه أو هذا المصطلح في القرآن الكريم 4 مرات. نعم. لا يمكن إلا أن يكون العرب على معرفة وذكر به. نعم. لكن كيف نفهم المصطلح؟ فهم المصطلح يفضي إلى حل. نعم. حتى نحاول أن نكبح جماح. نعم. أو هذا الطماع الذي هو موجود عند المحبين وعند الذين يريدون أن ينتصروا للعصر الجاهلي من إخوتنا وأحبائنا، أنه لا يجوز هذا العصر الممتاز. طبعا أنا أؤكد أنه عصر كان متميزا وكان فيه على درجات التميز. نعم. هو عصر كأي عصر، فيه المحلقون وفيه المقصرون وفيه كل شيء كريم، وأيضا فيه ما لا يمكن أن ينكره أحد من السفالات ومن الاستفالات ومن. نعم. الانهيارات. ومع ذلك إذا فهم لفظة الجاهلية بأنها تعني الجهل وبأنها تعني النزق وبأنها تعني الطيش وبأنها تعني الانحدار وبتعني الضلال، فهذا فهم فيه شيء من السقام. هذا فهم غير دقيق، لأن العرب لم في مجمل أمرهم لم يكونوا كذلك. وإذا أردنا أن نناقش الأمر فلنناقشه مناقشة عقلية ونقلية. نعم. والمناقشة العقلية تفضي إلى أن نتساءل كيف ينزل الله، هذا من ضمن الأمور. نعم. كيف ينزل الله سبحانه وتعالى قرآنا على جهلة؟ نعم. هذه واحدة. وكيف يختار الله أناسا وهم بهذا الطيش وبهذا النزق؟ نعم. وإذا أردنا أن ننظر إلى علوم هؤلاء، ما هو عكس ضد الجهل؟ العلم. نعم. الله تعالى اعترف لهم بالعلم في أو في سورة في أول سورة فصلت: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. لقوم يعلمون، كان عندهم علم. الآن هؤلاء الناس كان عندهم علوم، ولا أتكلم بالعلوم، لا نقايس بين العصر الجاهلي وعصرنا. نعم. هذا لا، ما كان عندهم إلا ما كان هو موجود، ما كان موجودا في عصرهم، في عصورهم. تعاملوا مع العصر، تعاملوا حتى بلغ الأمر بأنه كان عندهم معلمون وكان عندهم مترجمون. ولا كيف كانوا يذهبون إلى كسرى وهرقل؟ نعم. كيف كانوا يتعاملون مع الأحباش؟ كان عندهم من يدركون التعامل مع هذه اللغات. إذن كيف يصدر هذا الشعر من أناس جهلة؟ نعم. ثم بعد ذلك إذا ما استطلعت الروايات الأدبية والروايات التاريخية والروايات الشرعية والقرآن الكريم، وجدت أن هؤلاء الناس كانوا على رتبة متقدمة جدا، فلا يوصفون بالجهل. لذلك حتى يعني لأنه التفصيل، لأنه أتوقع أنه ليس معي وقت، التفصيل في هذا الأمر يطول. أخلص إلى المسألة أن لفظة الجاهلية لا تعني الجهل الذي يفهمه الفاهمون أو يفهمه من أراد أن يفهم الجهل على غير موضع، وهذا ما أنا أذهب الجاهلية أحاول أن أذهب إليه. نعم. تعني جهلهم بالدين. نعم. جهلهم بالدين. إذن جهل الدين حتى هو. إذا سمحت لي فقط. نعم. هذه فن. حتى في الترجمة بعض المترجمين وقع في استشكال كبير حينما ترجم مصطلح الجاهلية أو زمن الجاهلي أو العصر الجاهلي The Time of Ignorance، وهذه ترجمة فيها شيء من الخطل ومن الزلل. فهم لا يعني لا تعني الجهل Ignorance، تعني أنهم لا. لذلك الترجمة الدقيقة Pre-Islamic إيرا أو Pre-Islamic Literature، الأدب الجاهلي Pre-Islamic، أبناء أنه ما قبل الإسلام. فلذلك ما قبل الإسلام مصطلح صحيح. نعم. واستعمل في العصر الإسلامي وفي عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبتت هذا في بحثي وأتيت بالنصوص. واستعملت لفظة الجاهلية حتى وجدنا عبارة لطيفة جدا استوقفتني مرة وأنا أريد أن أعرف لفظة معنى لفظة الموقوذة. ماذا تعني لفظة الموقوذة؟ الموقوذة هي المضروبة، البهيمة المضروبة على رأسها حتى الموت. نعم. فوجدت عبارة لطيفة جدا لسيدنا العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يقول: إني لأعرف متى يمكن أن تهلك العرب. تهلك العرب إذا ساسها،
من لم يدرك الجاهلية فيأخذ بخلائقها ولم يدرك أو أدرك الإسلام ويقذه الورع. كلمة يقذه، يقذه الورع بمعنى أي يسكته الورع، يجعله أن يجعله الورع في حالة من السكينة والوقار ويقذه الورع، لا من وقذ يقذ. نعم. هنا الفكرة. ولذلك عمر بن الخطاب يستعمل لفظة الجاهلية، ووجدت، وهذا الكلام موجود في لسان العرب، ووجدت في أحد كتب أبي حيان التوحيدي إشارة أيضا لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يذكر لفظة الجاهلية ويشيد بالجاهلية ويشيد بأخلاقها. إذن الفكرة أنه لفظة الجاهلية، إذا أن عمر بن الخطاب قد استعملها. نعم. تخيل عمر بن الخطاب الذي توفي سنة 23 للهجرة وهو ابن العصر الجاهلي. نعم. إذن فلفظة الجاهلية كانت حاضرة، وربما أخذها من منطلق ديني وليس من مصطلح، لا هو هي أخذت على أنها حقبة. نعم. حقبة كانت معروفة، حتى قال بعض. نعم. يعني لو عدت إلى جواد علي هذا الكبير الذي كتب كتابا موسوعة عظيمة، المفصل في تاريخ الجاهلية قبل الإسلام، المفصل في تاريخ، لا آسف، العرب قبل الإسلام. نعم. يذكر جواد علي في هذا المصطلح أن العصر الذي يسبق قدوم نبي. نعم. يسمى الجاهلية، حتى قيل في كل إن الأمم؟ العصر هذا في كل الأمم؟ لا هكذا يقول. نعم. إنه العصر الذي سبق قدوم السيد المسيح عليه السلام. نعم. ربما يسمى العصر الجاهلي. طبعا أنا فصلت المسألة لماذا قال الله تعالى. نعم. لاحظ، هي أحاول أن أستذكر معك لفظة الجاهلية في القرآن الكريم في أربعة مواطن. هي حمية الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، ثم عندنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الأولى. نعم. ثم عندنا إذن حكم الجاهلية، تبرج الجاهلية الأولى، وبقي عندنا أيضا إذا تذكرت فسأتي. نعم. عليهما. لكن ذكر وصفا للجاهلية بالأولى في حديثه عن التبرج. وهذا مجال للبحث كبير، وتوقفت عنده طويلا، وتوقف عنده أيضا الباحثون والمفسرون القدماء. نعم. ماذا نعني، لماذا وصفت الأولى هنا؟ الأولى منهم من نريد الحقبة التاريخية. نعم. الحقبة التاريخية يا سيدي. نعم. التي تتكلم على الأولى ردها بعض المفسرين إلى سيدنا آدم. نعم. وربما إلى أيام نوح، وربما إلى أيام إبراهيم، وربما إلى أيام سيدنا عيسى. لذلك عندنا ما دام الله تعالى قد ذكر الجاهلية الأولى، فهذا يعني أن عندنا جاهلية. نعم. أخرى. نعم. أو ثانية وثالثة. نعم. وما ندرسه الآن وما نعلمه، أعني العصر الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. نعم. ومن سبق وآباء النبي، يعني نتكلم على قصي بن كلاب، ونتكلم. نعم. على الآباء الكبراء، ونتكلم على الشعراء الجاهليين ومن سبقوهم. هذه الجاهلية المتقدمة بدليل الأولى، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. طبعا قضية التبرج هذه قضية أيضا كبيرة. نعم. وأنا صفوة القول ومجمله وحاصله، أو بسط القول وحاصله كما يقول الفيروزابادي، الجاهلية ليست مقصورة ولا مقصودة ولا مقصورة ولا معنية بالجهل الذي يعني الحماقة أو الضلالة أو السفاهة. نعم. وإنما كانوا جاهلين بدين يوحدهم. نعم. وخصها الله تعالى بأربع مسائل في القرآن الكريم نعى عليهم، وأضاف إلى هذه المسائل لفظة الجاهلية. لعلي في الحوار. نعم. تذكرها. حضرتك عضو هيئة تحرير مجلة الأردنية للغة العربية، يعني أنا لا أسألك عن لن أسألك عن القضايا التي تتصدى عليها تصدى لها المجلة، واضح من العنوان ما هي القضايا التي تتصدى لها، لكن هناك قضايا حقيقة في الحياة المتداولة. حقيقة أنا بالنسبة لي محب
انتمائي لهذه الأمة للغتها وثقافتها، أشعر بقلق، ومؤكد حضرتك وآخرون يشاركوننا هذا القلق. يعني هناك ثقافات دخيلة ومفردات بدأت تطغى على لغتنا الدارجة، يعني المصطلح، أو هناك التنافس بين المصطلح العربي والمصطلح الإنجليزي، مثل كلمة مول وهي السوق المركزي أو السوق الكبير. الآن عندما تقول للناس أنا ذاهب إلى سوق الفلاني، يقف في حيرة. إذا تقول له مول، خلص مول الفلاني. أنا نذكر أن أسمع أنه أصبح حتى المختص مضطر أن يستخدم مفردة حتى يفهم المقابل. ناهيك عن يعني عناوين المحلات الآن في اللهجة الدارجة، ناهيك عن هناك ما يخطئ باستخدامات المفردات العربية، كلمة يعني مثلا مبارك أو مبروك. لكن أيضا نتحدث عن مزاحمة المصطلح الإنجليزي إلى المصطلح العربي. يعني أين دور المؤسسات الحكومية التي تعنى بهذا الأمر؟ أين دور مجامع اللغة العربية في الحياة العربية؟ أشكر لك هذا السؤال الجميل والمهم يا أخي الأستاذ محمد. لابد أن نضع في تقديري المسائل في أوضاعها الدقيقة. نعم. حينما نتكلم على اللغة العربية واللغة الإنجليزية، لابد أن يفهم ألا تنازع بين اللغتين. نعم. ولا ألا تنازع بين أي لغة ولغة، فكل لغة لها خصوصيتها ولها تقديرها ولها احترامها وتعظيمها عند أهلها. نعم. المشكلة قادمة يا سيدي. نعم. من أن نفاضل بين لغة ولغة. وهذه أيضا لابد من التوقف عند هذه القضية. لذلك أن نقدم ونحن أهل العربية. نعم. أو ونحن أهل العربية، إذا أردنا أن نتكلم فعلينا أن نتلمس مصطلحاتنا وكلماتنا وألفاظنا أحسن التلمس، وأن نتخير متنخبين أدق العبارات التي تفضي إلى ما نقول بعربية دقيقة سليمة. نعم. لأننا عرب. والسبب في ذلك أن هويتنا تفضي إلى ذلك. نعم. المطلوب أيضا عند كل من أراد أن يتكلم بالعربية أن يحترم اللغة الأخرى، لكن المشكلة تحدث في أمرين. نعم. مشكلة التخليط بين عربية وإنجليزية أو فرنسية، والمشكلة الأخرى مشكلة الإحلال. نعم. لا يجوز وأنا في بلد عربي أن أحل لغة مكان لغتي، لأنه أيضا هو لا تجد حينما تذهب إلى أي إلى فيينا وإلى باريس وإلى، تجد أنه يحترم اللغة التي يتكلم بها شعبه. نعم. ويقوم أمر شعب هذه الأمة على هذه اللغة. لذلك في فرنسا يتكلمون بالفرنسية، دبر حالك. إما. نعم. أن تتكلم بالفرنسية أو أن تتقنها أو أن تتقن لغة أخرى، أو الله أعلم بحالك. وهذا حدث معي. نعم. أنا وربما حدث مع كثيرين. لذلك التخليط لا يجوز، وأن نحل لغة مكان لغتنا. أنا لست سعيدا. نعم. بما أراه عند بعض الناس الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا، والذين يظنون أنهم قد تقدموا وارتقوا وشأوا. وهم يريد أن يتكلم بكلمة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية ليثبت للآخر أنني والله أنا إنسان مثقف ومتحضر ومتحضر. وسبحان الله العظيم، إذا أراد أن يتكلم بإحدى اللغتين في المقام الواحد فإنه لا يتقن الأمر إلا قليلا منهم. لماذا أقول سوري؟ أنا أتقن اللغة الإنجليزية. نعم. إذا أردت أن أتكلم من كما يقال from A to Z or Z. نعم. باللغة الإنجليزية من ألفها من ال من من A إلى Z، إلى Z، أن أتكلم بلغة إنجليزية كاملة. وإذا أردت أن أتكلم بالعربية فعلي أن أتكلم بالعربية من ألفها إلى يائها. التخليط لا ينتج فكرا، يكون الفكر مختلا. الآن ما نراه وما هو موجود في شوارعنا لا يسر. لا يمكن أن تنبسط النفس وأن تنشرح الصدور حينما أرى هذا التوغل. أنا في بلد عربي. نعم.
أنا في بلد، وهذا الكلام ليس موجودا في عذرا يعني في أي بلد دون بلد، هذا في كثرة كثرة من بلادنا. هل تعلم يا سيدي أنه قام في فرنسا مؤتمر مرة لأنه وغضبوا لأنه كيف دخلت لفظة ويك إند على اللغة الفرنسية، فهم غير سعداء وغير مسرورين، ثم وهم ينتقل شعوب متقاربة. وهم شعوب متقاربة، ولذلك لا، الآن تذهب إلى روما، نعم، ماذا كما قيل لي، إن لم تتقن الإيطالية في المطار، نعم، وقعت في مشكلة، نعم، لأنه موجود بالإيطالي، تخيل. طيب لماذا هذا ماذا عذرا يعني، والله أنا متأسف جدا أن أسميها رعونة. طيب إذن رعونة في التعامل. الوقت، أنا أشكرك طبعا، يعني هذا خير وصف يوصف لمن يحاول أن يداخل المفردات الأجنبية مع لغته العربية التي قادرة أن تستوعب كل ما في الحياة. الآن الوقت ضيق جدا يا دكتور، لكن أنا سؤالي أو جزء من سؤالي أنه أين دور مجامع اللغة العربية؟ أين دور المؤسسات الرسمية المعنية بذلك؟ لا ريب أن مجامع اللغة العربية وهم أشياخ وأساتذة كبار في هذه المجامع الكريمة الموجودة في عدد من الدول العربية، ومنها مجمعنا الكريم في الأردن، بالإضافة لمجمع دمشق، مجمع سوريا، مجمع العراق، مجمع نعم. القاهرة، الجزائر إلى آخره، تقوم بأدوار ولكنها لا تملك سلطة. أنت تحتاج المشكلة إلى سلطة. في السلطة. نعم. السلطة أنا أقول لك السلطة الإعلامية. نعم. سلطة الإعلام، لا أريد فوق هذا. سلطة الإعلام بمعنى الآن حينما ألقي محاضرة ويحضرها الأخ محمد نصيف، نعم، ومجموعة، قد أتكلم في مسألة وأقول يا إخوان إذا تكرمتم نريد أن نشيع لفظة السوق المركزي مثلا أو السوق العظيمة بدلا من لفظة المول. كم عدد الذين يسمعونني؟ سيسمعني الحاضرون 20-30 نعم. 50-100، لكن على فضائية مثل هذه الفضائية نعم. الكريمة، كم عدد الذين يسمعونني؟ كثر. نعم. لذلك لو أنني الآن اقترحت هذا المقترح، بدلا من أن نستعمل يا أيها الأحبة لفظة الفاكس، فلنستعمل لفظة الناسوخ. نعم. الآن أنا حينما كنت في مديرية المناهج في وزارة التربية والتعليم، نعم، الفاكس منتشر والناسوخ ليس منتشرا، فلا بد أن أقارب المسألة وأن أقدم شيئا أوصله إلى التلاميذ، فكنت أكتب كلمة الناسوخ بين قوسين الفاكس حتى تشاع. نعم. لكن في الوقت نفسه وقعنا في حالة من الاستشكال، بمعنى أنه عندنا ألفاظ عربية أو عربت، نعم، لا تجد أحدا يستعمل لفظة روكت، ولكن الجميع يستعمل لفظة صاروخ، لأن أريد لها أن تنتشر. نعم. وأريد للفظة سيارة أن تنتشر ولم يرد طبعا، يعني ليست إرادة من شيء خفي، لا، نعم، هي هكذا. نعم. كلمة سيارة، هل تجد من يستعمل لفظة كار؟ نعم طبعا. لكن باص، نعم، لاحظت كيف؟ ولا تستعمل لفظة حافلة، نعم، إلا عند القلة القليلة. نعم. فهي مسألة إنه والله يا أيها الأحبة فلنشع لفظة الحاكو. جميل، بدل شكرا لك. شكرا لك، يعني أنا قلت في بداية البرنامج أنك موسوعة، يعني نحتاج إلى وقت طويل حتى يعني نستنفد جزءا من هذه الموسوعة. شكرا لك. أحسن الله إليك. الباحث والأكاديمي الأردني الأستاذ الدكتور عمر فجاوي على هذا الحديث الشيق. بارك الله فيك، ومحبتي لك لا تنقضي، وشكرا جزيلا لك، وشكرا لجامعتي الأثيرة إلى نفسي، الجامعة الأردنية التي أنسب إليها في هذه اللحظة. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك سيدي. بارك الله. شكرا لك. شكرا. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم.